النهارده يا جماعه ان شاء الله هنبدا في موضوع بتاعنا المكس بوك. عندنا يعني اخر ثلاث ابلكيشنز هو تطور في الشطح بتاع الديجيتال في دي في الكلام بس اعتقد انا بجيبه. فاخر اثنين ابلكيشن او اخر ثلاث ابلكيشن هو الحمد لله الشطح ده بيكلموا اول واحد فيهم عن المكس بوك ازاي الرابط لو عندي ده الفوت فاريبلز اف اكس واي وعايز اعرف فين الماكسيموم والمينيموم بتاعها اقدر اعمل عليها تيست في ايه وناظر في الحقيقه التيست اللي حضرتك بتعمله زمان على الداله اللي في سنجل فاريبل لو انتوا فاكرين في ثالثه ثانوي اللي يقول لك لو انت عايز فين الماكسيموم والمينيموم تعرف فين الماكسيموم والمينيموم في داله. فاول حاجه بتعملها ان انت بتحدد النقط اللي بيسموها سبب نقط الحركه صح؟ كريتيكال بوينتس النقط المرشحه انها احتمال تكون ماكسيموم نقطة الانقلاب. تعال نرجع سنة الفيلم عشان نكون حد ببساطة. أول حاجة أنت تحدد كريتيكال بوينتس. كريتيكال بوينتس دي نقطة حرجة، نقطة مرشحة إنها تكون ماكسيموم أو مينيموم أو ممكن ما تكونش حاجة في الاثنين خالص. دي في الحقيقة اللي كان عندها الفلاش بتاع الدالة اللي يساوي صفر أو النقط المرشحه انها تكون نقطه ماكسيموم او مينيموم في الحقيقه وانت لسه بتدور عليهم ولسه هتعمل لهم تيست تاني يعني الحقيقه حاجه من الاثنين يكون عندهم اف داش موجوده يكون ساعتها اف داش بيساوي صفر او النقط اللي اف داش عندها مش موجوده دي في الحقيقه نقط مرشحه انها تكون ماكسيموم او مينيموم. بتاعكم سهل مشهور جدا جاز اكس ثاني المقياس دي دالة مشهورة جدا عندنا بنضرب بيها دايما المثال بالدالة المتصلة إن قبل التفاضل أو الاشتقاق لو أنتم فاكرين عند النقطة صفر يعني عند النقطة صفر لما تيجي ترسم دالة المقياس تلاقي إن المقياس عامل كده عند الكورنر ده عند الكورنر ده الدالة هي اللي بتجيب لك صفر الاشتقاق من غير ما أقعد أكلم رياضة كتير ما تعرفش هي ترسم المقياس مفيش هنا مقياس وبالتالي مفيش هنا اشتقاق في الحقيقة صح؟ الغريبة ان الداله دي عندها نقطه مينيموم عند صفر صح؟ مش ده نقطه مينيموم؟ نقطه مينيموم عند صفر عند النقطه اللي الداله عندها اصلا فلا غير قابله للاشتراك يعني الداله هنا اصلا ما تنفعش تشترك وهي عندها هنا ايه؟ مينيموم عشان كده مش مهندسين بس للاسف احنا لما نيجي نشرح الحته دي بنجري فيها وبنركز دايما في المسائل على دي الطالب في الغالب بيحفظ ايه؟ حط اف داش بيساوي صفر وروح اعمل الايه؟ المشتقه الثانيه او التيست بتاع المشتقه الثانيه. لكن في الحقيقه ممكن تكون الداله عندها ماكسيموم او مينيموم عند نقطه الداله عندها غير قابله للاشتقاق. عشان كده بقول لك لما تروح تدور اصلا النقط اللي انت هترشحها ان انت تشيك عليها ماكسيموم ولا مينيموم روح دور على النقط اللي عندها اف داش بيساوي صفر او اف داش مينيموم. غير معرفة. مش معرفة. دي نقطه كورنرز. نقطه كورنرز بالغالب بتعمل الحركه دي فهنا في الحقيقه ده ممكن يطردك من الفوق بشكل لا بس دي بقى بشكل لا بالارقام والرسومات وكده فدي النقط الحرجه. وبعدين كنت بتعمل انت الاختبار الثاني بعد ما تجيب بقى طبق النقط الحرجه من هنا بتاخدهم تعمل ايه وتشيك الاختبار بتاعك الشرطه الثانيه لو اف دبل داش سالب يبقى النقطه دي ماكسيموم لو اف دبل داش موجب يبقى النقطه دي مينيموم تمام زي اللي حضرتك بتعملوه ثانوي عشان تدور على ماكسيموم ومينيموم بتاع ده لو سكت من برضه مش حاجات المشهوره مثلا ليه هنا اف داش ده بيساوي زيرو او ليه انت بتطور في نقطه اف داش بيساوي زيرو؟ لان الماكسيموم والمينيموم لو هي قابله للاشتراك يعني في الغالب بتعمل حاجه زي كده. الماكسيموم يا مينيموم. فانت لو جيت ترسم عندها الماس هيطلع الماس كلها افقي صح؟ جيت هنا لو حبيت ترسم الماس فجاه الماس ده طلع عامل كده افقي افضي يعني في المدرسه هنا كام؟ بصفر مش كده؟ لان لو الخط طالع لفوق كان هيبقى الميل بتاعه موجب لو الخط نازل لتحت كان هيبقى الميل بتاعه سالب لكن المماس في الحقيقه بيبقى هنا عند النقط الماكسيموم والمينيموم افقي بالتالي ما تروح دور النقط اللي هي الفلاش بتاعها بيساوي بيساوي صفر او يعني لو انتوا حريف التيلور زي ما انتوا بتدعوا يعني مش كده؟ لو انت رحت فكيت تلو هنا الدرجه الاولى هتلاقي ان
الاكس يساوي اف عند الاكس نون النقطه اللي انت يعني تحط العلامه دي زائد اف داش اكس عند النقطه دي اكس نون اكس بار اكس نون. الحقيقه انت عايز شايف الخط ده بمماس اهو دي معادله المماس اهو المماس هنا بيكون افقي افقي يعني واي بيساوي ثابت او ممكن صفر واي ثابت هو الخط افقي واي بيساوي ثابت والواي اللي هي اف اكس يعني صح دي فالواي يساوي واي نون لو انت سبت الراجل ده لو انت سبت الراجل ده هيطلع لك هنا اكس صح؟ لو الراجل ده فضل موجود هيطلع هنا اكس سواء اكس بالموجب او بالسالب ساعتها الخط يا اما مايل لفوق يا مايل لتحت انت عايز الخط افقي لازم عشان تخليه واي بيساوي ثابت تحط الاف داش بكام؟ بصفر لو الاف داش بصفر هيخلي لك المماس ده في الحقيقه عباره عن خط افقي وده اللي بيحصل عند الماكسيموم والمينيموم. نفس الكلام انا هروح اعمله مع مين بقى؟ مع تو فاريبلز. ازاي ان انا هروح ادور على الكريتيكال بوينتس في التو فاريبلز؟ برضه حاجتين في الحقيقه ان انا ادور على النقط اللي عندها اف اكس واف واي الاثنين في الحقيقه بيساوي صفر اللي هي بتقابل دي لو تاخد بالك وطبعا نفس الكلام والنقط اللي عندها الاثنين دول مش معرفين لازم برضه اشيك عليهم هم كمان. لو عند نقط عند الاف اكس والاف واي مش معرفه بص عليها لانها احتمال برضه تكون نقطه ماكسيموم او مينيموم. فالشرط ده هو اللي بيقابل الشرط ده. وهو ده اللي يضمن لك ان المماس هنا يكون افقي. حد يعرف يقول ازاي؟ بطلع في 5 صفر. ايه ده حبيبي؟ الجريدينت هيساوي صفر اللي هو ده يعني؟ اه طب ده اجابته بالماكسيموم والمينيموم يعني انا اقصد مستوى افقي يعني. ده اشرح لي كده لان انا مش فاهم شويه. اف اكس خمسه صفر واف واي هيقول صفر دول هيعملوا مستقيمين تمام؟ تمام مستوى لا يعني لو قلنا هيبقى افقي. اه لا انا فاهمها دي بس انا ما كنتش فاهم ايه علاقتها بالجريدينت. انا فاهم ان اف اكس لو بيساوي صفر اف واي بيساوي صفر دول خطين وعامل مستوى افقي لكن انا ما فهمتهاش الجريدينت. مش انت اصل انت لما قلت لي كده صح؟ الجريدينت بيساوي صفر. انا ما فهمتهاش الجريدينت صراحه. لكن هي الى حد كبير لو حضرتك عايزين تبصوا عليها ارجع زي ما انا عملت هنا بالظبط كده زي ما انا عملت بالظبط هنا ارجع لمين؟ مين؟ ارجع لتيلور هات منه معادله مماس. مش عارف كنا عملنا كده؟ مش احنا رحنا جبنا معادله مماس في التوب فاريبل في استخدام تيلور؟ صحيح؟ كان شكله عامل ازاي الراجل ده؟ شكله عامل كده اف اكس واي يساوي اف اكس نون واي نون صح؟ زائد اف اكس اكس بلس اكس نون زائد اف واي واي بلس واي طبعا دول كلهم عند النقطه يعني. الراجل ده في الحقيقه اللي هي زد يعني صح؟ اه ودي في الحقيقه اللي هي زد نون نقطه زد يعني هي كده. فانت عايز تخلي المماس ده تانجنت بلين مش تانجنت لاين بقى ده تانجنت بلين لان هي بتشتغل في مين؟ فانت عايز تانجنت بلين بتاعك يبقى افقي عشان لو ده اللي عامله ماكسيمم هو يعمل كده او اللي هي عامله مينيمم يعمل كده فانت عايز تخليه افقي عايز تخليه افقي يعني عايز تخليه زد بيساوي ثابت المره دي فده الواي بيساوي ثابت هنا السنجل فاريبل انت عايز تخليه هنا زد هو اللي بيساوي ثابت عشان تخليه زد بيساوي ثابت والاثنين دول لازم يكونوا اصفار في الحقيقه ولا لو اكس او واي ظهروا الراجل ده يمين منك في الحقيقه اف اكس بيساوي صفر اف واي بيساوي صفر يبقى زد بيساوي زد نون يبقى هيبقى عندك ماس افقي عند الماكسيموم. الحاجه الثانيه اللي بتقابل الشرط ده عندنا في سيرفر فاريبل بس هو اكبر بقى شويه كده حبتين خلاص يبقى انا نمره واحد اروح ادور على النقط اللي بتحقق اف اكس بيساوي صفر واف واي بيساوي صفر او النقط اللي عندها التفاضل مش معرف اثنين بحسب الكميه اللي اسمها دي اللي هي اف اكس اكس اف واي واي ناقص اف اكس واي كل تربيع وشوف الكميه دي لو هي اكبر من الصفر واف اكس اكس سالب يبقى الراجل ده ماكسيموم ولو هي اكبر من الصفر واف اكس اكس موجب يبقى هي مينيموم لو اقل من الصفر تبقى سالب ولو بيساوي صفر يبقى التست ده فين؟ انا في الحاله متردد
يعني اشرح له دي جت منين؟ خلينا لك ما تبقاش بترد. معلش طيب بص حضرتك انا مش هشرح جت منين، بس انا هعمل يعني نفس سريعه قوي كده، نفس سريعه قوي كده، ولو حد عايز يقوم يعني يشيك عليها. بص حضرتك، تعال نرجع للميكس تاني. الشرط ده جه منين اصلا؟ عملناه المره اللي فاتت صح؟ عملناه المره اللي فاتت بنتيلو، وعرفنا ان عشان تبقى النقطه بتاعتك افكرك بقى والله يعني عشان تبقى كويسين. لو انا كملت ايوه ذاكر، لو انا كملت تيلو يا باشمهندسين، لو انا كملت تيلو وعملت كده فاصبح الاتي. لو النقطة اكس نون عندها ماكسيمم، لو النقطة اكس نون عندها ماكسيمم تبقى هي اعلى من كل النقط اللي حواليها، صح كده؟ صح. مش سميتها ماكسيمم، هي اعلى من كل النقط اللي حواليها. فلو انا خدت دي ووديتها الناحية التانية هيظهر عندي كده. لا ثانية واحدة، إذا كانت اف اوف اكس نون أعلى من كل النقط اللي حواليها يبقى الطرح ده المفروض يطلع سالب. طب لما الراجل ده اختفى لما انت قلت ان هو لازم يطلع بيساوي صفر اهو، مين بقى الترم اللي جاي؟ الراجل ده الله. طب امتى ده يطلع سالب؟ ابص الناحيه الثانيه الاقي ان الراجل ده غصب عنه دايما موجب، ده ملوش حل. مين اللي ممكن يخلي الراجل ده سالب؟ طب فلو الراجل ده بقى سالب يبقى الطرح ده سالب من كل اكس جنب اكس نود، تبقى اكس نود بالتاكيد انها ماكسيمم، وعشان كده كنت بتعمل انت كده الفرق. حلو؟ طيب حته ثانيه نفهمها بشكل ثاني خالص. هذا الماكسيمم تمام. طيب سؤال، هنا اف داش بصفر صح؟ طب هنا اف داش عباره عن ايه؟ يعني بالبنك بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. ده شيء موجب، هنا اف داش موجب. طب وهنا؟ جميل. هنا اف داش ثانية واحدة بقى كده، اف داش كانت موجب بقت صفر بقت سالب، ده اف داش بتقل صح؟ اف داش مش اف، انا عديت بقى، انا عديت اف خلاص هي لازم تبقى، وادي اف داش. فاف داش كانت موجب بقت صفر بقت سالب اف داش، اف داش بتقل، اف داش بتقل، يبقى المشتقه بتاعتها سالب. لو اف بتزيد لو مشتقتها موجب، بتقل يبقى مشتقتها سالب. نفس الكلام على اف داش، اف داش هنا كانت موجب بقت صفر بقت سالب، الله ده اف داش بتقل تبقى مشتقتها هي سالب، مشتقتها هي اللي هي مين؟ فانت ممكن تفهمها من الرسم او من الرياضه، الرياضه اللي هي من تيلور، الرسم اللي هو من الميل بتاع اللي هي بقى على المشتقه الثانيه اللي هي مشتقه المشتقه الاولى عادي صحيح؟ وتقول لك ان هي طبعا العكس بالنسبه للميل. طب انا اقدر اطبق نفس الكلام ده هنا، بس انا مش هشرحه ان ديتيلز ما تعرفوش مني، طبعا عارف ان مش صحيح ولا حاجه يعني مش هشرحه ان ديتيلز لانه يعني ممكن يقفل حضراتكم اكتر من انتم واقفين. تعالوا هي اللي انت بتتكلم عنها. انا هقوله بشكل سريع جدا. الراجل ده اهو مش تفكر تاخد دكه مثلا في الله هي رجل عشان كده بيبقى صراحه ايه مفيش الكلام ده لكن ما عندهاش حاجه أول أنت خدينا عملت نفس الحركة اللي فاتت اللي هي إيه؟ اللي هي إن أنا رحت على تيلور سيريز، حسبت التيلور سيريز، حطيت الإف إكس والإف واي بالصفر زي ما حضرتك قلت له، وإذا كانت إكس نود وواي نود بقى المرة دي لأن هتكون فارقة في نقطة ماكسيمم، يبقى لازم الطرح ده يطلع معايا سالب لو دي ماكسيمم طبعا.
لكل اكس وواي جنب النقطه دي، يعني كل النقطه اللي حواليها ايا كانت بقى النقطه اللي حواليها من اي اتجاه لازم تكون اقل منها. لو هي ماكسيمم يبقى الطرح دايما سالب. تمام، الطرح دايما سالب. يبقى انا لو رحت المشترطه الثانيه يبقى انا عايز الراجل ده يطلع لي سالب. على علامه ايه بقى؟ على هات الراجل ده على جنب، الراجل اللي عايز يطلع سالب ده نكتبه على جنب شويه، هتبقى المعادله بتاعته شكلها عامله كده. اف اكس 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 ناقص اكس نون تربيع 4 اعملها مره واحده نشوف انا عملت ايه؟ تاني بسرعه انا مش هقف كتير قوي. انا خدت الراجل ده، الراجل ده اللي انت عايزه دايما يطلع سالب، دايما يطلع سالب، خدته كتبت تاني واروح ادور على الجذور بتاعته اللي تخليه يساوي صفر. تقول لي بس انت مش عايزه يساوي صفر، انت عايزه سالب. اه ما انا هدور على الجذور اللي تخليه يساوي صفر واخليه ما يطلعش اصلا. يعني هحط الشرط اللي يخليه ملوش جذور تخليه يساوي كام يا جماعه؟ صفر، وبعدين اجبره انه يبقى سالب. فانا بفكر فيها على خطوتين، الراجل اللي انا عايزه دايما سالب، اه اعمل ايه الاول؟ هروح اشيك ايه اللي يخليه صفر؟ اعرفهم اقول له طب بص انا مش هنقولها لك بقى، مش هخليك تبقى صفر خالص. وبعدين لما ازقه في السالب ابقى مطمن، هو مش هيوصل للصفر، هيفضل طول عمره فين؟ يمين. فخدت دي وساويتها بالصفر ورحت قاسم على لو تاخد بالك واي ناقص واي نود كل تربيع، شايفينها؟ قسمت على واي ناقص واي نود كل تربيع، فطبعا انا قاسم دي في المقام في كده. دي كده مقاس كده. قسمت على واي ناقص واي نود كل تربيع، فبقت كده. لو تاخد بال حضراتكم دي معادله بالدرجه الثانيه. في مين؟ في الراجل ده. صح؟ الراجل ده اللي هو لو انت شلت اكس ناقص اكس نود على واي ناقص واي نود سميتها تي مثلا تي، يبقى الراجل ده كله اسمه اف اكس اكس تي تربيع 2 اف اكس واي تي زائد اف واي واي بيساوي صفر. ده هو شايفين ده؟ سميه تي مثلا، بتطلع معادله تربيعيه في التي. انا عايز اروح اجيب الجذر بتاعها. نروح نجيب الجذر بتاعها، هيطلع ايه الجذر بتاعها؟ سالب بي اللي هو سالب 2 اف اكس واي موجب او ناقص الجذر التربيعي لبي تربيع اللي هو 4 اف اكس واي كل تربيع ناقص 4 اي سي يبقى ناقص 4 اف اكس اكس اف واي واي على 2 اف اكس اكس. ده مين ده؟ الجذر. ده الجذر. ده الجذر اللي يخلي المعادله دي اللي هي دي يعني بصفر. تقول لي بس انت مش عايزها تطلع صفر اصلا. اه حلو جدا. ازاي ما بقاش فيها جذر بقى؟ انا طبعا شغال ليا نمبر زينا صح؟ شو كلكم كام نمبر؟ ازاي ما بقاش فيها جذر؟ هذا الجذر سالب. لو ده كان سالب. لو اللي جوه الجذر ده كان سالب، لو جوه الجذر ده كان سالب يبقى مفيش جذر، مفيش جذر حقيقي يعني. مفيش جذر حقيقي يعني، صح؟ وبالتالي الراجل ده عمره ما هيجي ناحيه الصفر. طيب انت عايز الراجل ده سالب. يعني انت عايز 4 اف اكس واي سكوير ناقص 4 اف اكس اكس اف واي واي اقل من الصفر. او يعني لو انت حبيت تكتبها ممكن نودي له الناحيه الثانيه نقسم على 4 4 بلاش تبقى صفر صح؟ فيبقى اف اكس اكس اف واي واي ناقص اف اكس واي كل تربيع اكبر من الصفر بس نودي له الناحيه الثانيه. ده ايه الشرط ده؟ ده الشرط اللي يضمن لك ان الراجل ده لا يمكن يطلع له جذر يخليه صفر. صح؟ اف اكس اكس اف واي واي ناقص اف اكس واي تربيع. شايفينها؟ عالي نجم. بقول لك احسب الكميه دي اه واضمن ان دي تبقى اكبر من الصفر. لو ضمنت ان دي اكبر من الصفر يبقى الراجل ده مش جذر. عمره ما هيقعد ناحيه الصفر. تمام؟ ايه بس اللي انا عايز اضمنه؟ ان انا بس اضمن ان هو سالب، لو انا زقيته بالسالب
لو انا ضمنت ان هو راح ناحيه السالب خلاص هو مش هيهاجم ناحيه الصفر وبالتالي مش هيعدي حتى للموجب. اضمن ازاي ان هو سالب الراجل ده؟ حط اف اكس اكس للسالب. تقول لي طب تحط اف واي واي للسالب. تعالى لو دققت شويه الكميه دي. الكميه دي انت بتقول انها اكبر من الصفر صح؟ ايه؟ اكبر من الصفر. فلو دي اكبر من الصفر والراجل ده كميه متربعه ومطروحه يبقى بالتاكيد اف اكس اكس هو هو اشاره اف واي واي، يعني الاثنين سالب يعني الاثنين موجب مع بعض. لو شفتوا بالك اهو شايفين الحته دي؟ شايفين ده؟ شايفين ده؟ اهو شايفين ده؟ الراجل ده كميه موجبه صح؟ طب ده دي بالتاكيد سالبه، ده بالتاكيد سالبه وانا بغمض عيني يعني، ده بالتاكيد سالب اف اكس واي تربيع، ده بالتاكيد سالب. طب ازاي ده يطلع في الاخر موجب؟ يعني الاثنين دول موجب مع بعض، يعني الاثنين دول سالب مع بعض. فانا كل اللي انا بقول لك ان اف اكس اكس سالب، انا اقصد ان اف اكس اكس سالب واف واي واي هي كمان سالب. فالاثنين دول لو سوالف في الحقيقه في الترم ده هيزق الترم ده في السالب، وانا ضمنت ان عمره ما هيهوب اصلا ناحيه الصفر وهيظل على طول سالب. تمام؟ وهنا انا اعرفك انك كدكتور دايما تثق في حكمك الاولي، لما تقول مش هشرح حاجه ما تبقاش تشرحها اصلا. يعني اشرحها اللي انت عملته دلوقتي. اسمته ايه يعني بالله عليك؟ لكن هي مخاطره مش مشكله بعد ما تعمل حاجه. اسمك بعد ما تعمل حاجه. طب استنوا بس السؤال ده صعب قوي. السؤال ده صعب قوي في الحقيقه والسؤال ده اجابته 4 5 درجات. اوه لانه هو صعب في الحقيقه. مصر صعبت كاس العالم. هو صعب في الحقيقه. صعب في الحقيقه بس انا حاجات يعني جرب مع بعض. هو الناس كلها بتجرب، يعني الناس اللي بتعمل الكلام ده جايبته منين؟ بتجرب زي ما قلت لكم قبل كده يعني قصه في الشغل بتاع اللي بيطلع في الحاجات دي او حتى في اي حاجه في الدنيا مش نتيجه ان الناس دي عباقره جدا وطبعا عباقره ما اختلفناش يعني، لكن هي الفكره انه شغل ولا مجرب ولا مجرب وهكذا وتفضل تيجي واحد يكمل هو منك والكلام ده. طبعا انتوا عارفين القصه دي قصه المشروع بتاع ان نيوتن وقع على دماغه تفاحه فقام عمل القانون بتاع الجاذبيه. الشجره كلها وقعت على دماغه وهو بيفكر موضوع الجاذبيه. فتعالوا نفكر، طب انا عملت دي تاني اعرف اعملها زي ما عملتها هنا كده؟ انا عملت العلاقه دي واثبتها على اللي انا في الحقيقه اثبتها بتيلو. الشروط دي انا عملتها بتيلو زي ما عملتها هنا كده في سنجل فاريبل بتيلو. طب في سنجل فاريبل انا عملتها في المشتقه الثانيه. قعدت اقول ايه؟ لو المشتقه الثانيه دي سالب وقعدنا نرسمها كده يعني تبقى دي بالتاكيد ماكسيموم. طب في السيرفر فاريبل اعملها ازاي؟ انا مش بقولك تعملها بالرياضه، لا يعني ايه اللي اضمنه؟ ايه اللي اضمنه؟ لو ضمنت ان هو سالب هتبقى بالتاكيد يعني الراجل ده ماكسيم. دي سؤال صعب في الحقيقه. معلش ورقه نستخدم بقى لا هات لي ورقه لان واحد معلش انا استخدم اداه غريبه شويه في شرط. معلش انا بقى في الفيديو يا ابني حقه ماكسيم صح؟ النقطه دي ماكسيم تمام؟ دي ماكسيم صح؟ فانت تبص على النقطه دي تبص على المشتقه الثانيه بتاعتك ما بلاش الا الاتجاه ده في الحقيقه خلاص هي المشتقه بتاعتي هنا لازم الثانيه تكون سالب. طيب المشكله تحصل فين؟ المشكله تحصل لما انا احاول ان انا اعمل دي سيرفر فاريبل. لما اعمل دي سيرفر فاريبل مش هيبقى كامل زي ده بقى فهيبقى حاجه زي دي كده بقى اصبحت دي ماكسيموم. انا عايز نقطه دي ماكسيموم حلو؟ فلما عاوز النقطه دي ماكسيموم واخد بالك انت بقى انها ماكسيموم من اتجاه واحد. ايوه لازم تكون من كل الاتجاهات صح؟ دايما يدور في
اتجاهات كتير جدا في الحياه الرياضيه دي ماكسيمم. طب ايه عندي في السيمرال فاريبل اقدر احسبه واتاكد منه ان كل الحاجات دي تبقى ماكسيمم؟ تخرج ليفل كام؟ ليفل كام؟ اوكي ده لو ماشي، لو رسمت الداله ليفل كام ماشي، لكن مخروض اقولها بشكل اوضح من كده شويه بس الخمس حاجات هيخدني. بس انا عايز المشتقه في كل الاتجاهات دي مسالي، عايز المشتقه في كل الاتجاهات دي مسالي. ايه المشتقه اللي يعني ايه المشتقه اللي ممكن اجيبها في كل الاتجاهات دي؟ هل عندي قانون اقدر اجيب مشتقه في اتجاهات؟ ايوه دايركشن دريفن. ان انت بقى مش عايز تجيب المشتقه الثانيه في اتجاه واحد، انت عايز تجيب المشتقه الثانيه في كل الاتجاهات. في كل الاتجاهات المشتقه الثانيه بتاعتي سالب، تقوم تجيب الدايركشن دريفيتيف الثاني وتساويه بالسالب ويطلع نفس الكلام بالملي، يطلع دي بالملي. لو عملتها نفس المعادله بس مكان دول يطلع الكوساين والساين اللي في الدايركشن دريفيتيف. يعني بغض النظر انا شغال حاجه، هو ده التيست بتاع ايه؟ الماكسيموم والمينيمم. نقطه مهمه بقى، معلش نقطه مهمه، ان لازم لو انت تشتغل على باوند الدومين، لو عندك الدومين بتاعك باوند يعني له نهايه مقفول، لازم تشيك على النقط اللي عند الباوند. يقول لي اقول تاني جمله دي، ما كمان مره. لو انا هنا سنجل فاليو بقول لك احسب الماكسيموم والمينيموم لكل اكس ولكل واي، خلاص بتعمل الضغط ده وانتهينا. لكن لو انا شغال على منطقه من نقطتين من ال بي مثلا، حاجه عامله كده، يبقى لازم كمان تشيك على النقطتين دول ايه وبي، تشوفهم ماكسيموم ولا مينيموم. ليه؟ لان النقطتين دول في الحقيقه ما تعرفش يبقى عندهم مشتقه. صح؟ ما عندهمش مشتقه في الحقيقه. ليه؟ ايوه لان ما بتعرفش تسمي لهم مماس، اصلا الداله مش كامله، انت مش عارف الداله دي ناويه تعمل كده ولا ناويه تنزل كده ولا فالنقط دي ما بتعرفش يبقى عندها مشتقه بالشكل ده اصلا. فممكن تكون ماكسيموم هي اعلى واحده في الحقيقه وانت مش شايفها لان التفاضل مش شايفها. فلازم لو المنطقه باوندد يعني لها حدود كده، لازم اشيك كمان على مين؟ على الباوندريز. ممكن يكون اكبر حاجه عن الباوندريز والتفاضل مش عارف يشوفها ازاي. تمام يا جماعه؟ طبعا المسائل دي في الحقيقه مجرد مساله رقميه، يعني تجيب نقطه وتساوي صفر و لكن انا هحل مساله على الاحلى اللي كده شويه عندي، هي حاجه احنا بنسميها الكونديشنال ماكسيموم مينيموم. موضوع الكونديشنال ماكسيموم مينيموم ده، الكونديشنال ماكسيموم مينيموم ده بيتكلم ان انا عايز اروح ادور على القيمه العظمى او الصغرى لداله، لكن مش بدور في الدومين كله، انا بدور على شرط معين. زي ما انت عارف مثلا مثال اجي هنا مثلا اقول ايه؟ انا عايز اعلى واحد تقدير في الدفعه دي مثلا. بلاش ده كده عشان ما نحبش بعض، عايزين يجيب اكبر واحد سنه في الدفعه دي. فانت بتدور على الماكسيموم بتاع دله السن في الدفعه دي. لكن انا بقول لك ايه؟ لا انا عايز اكبر واحد سنا في الدفعه دي بس من الولاد. فانا عملت ايه هنا؟ عملت شرط. انا بدور على ماكسيموم او مينيموم بس مش بدور في الدومين كله، فانا عملت شرط. بدور في شرط معين. حلو؟ فدي عشان كده بنسميها كونديشنال ماكسيموم اند مينيموم، يعني ماكسيموم ومينيموم بس على شرط. مش بقول لك اتطور كذا ما انت عايز كل اكس وكل واي، لا انا بقول لك اتطور في كاتيجوري معين في شرط معين. تمام؟ طيب المساله دي حلها ازاي؟ بصوا حضراتكم شفت عليا
ده هو اللي مجرد شبه ده ده بيساوي ثابت في الجريدينت بتاع الثاني، او لو انت حبيت تترجمها رياضه
اف اكس واي زائد اف واي جي الجريدينت اف بيساوي ثابت الجريدينت بتاع جي ومال الاثنين في المنتجات يبقى الاي بيساوي الاي الجي بيساوي جي يبقى اف اكس بيساوي لامدا جي اكس زائد اف واي بيساوي لامدا جي واي الاثنين دول هما المعادلتين اللي احنا نقدر نحل بيهم المساله دي نعرف الماكسيموم او المينيموم بتاع الداله على شرط بس ثانيه واحده الله يكرمك الاثنين دول حط معاهم كمان داله الشرط نفسها ضروري يا باشمهندس رساله بسيط جدا اعمل كده دول معادلتين صح؟ مش عارف ايه في اكس وواي جي ولندا اكس وواي ولندا هنحط الاف والجي واي 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 انت حاطط بارامتر زياده من عندك اسمه لندا طب المعادلتين في كام مجهول؟ فانت محتاج كمان معادله المعادله الثالثه اللي جايبها لك في الحقيقه هي معادله الشرط اللي انت اصلا بتدعي ان اكس هو لازم تحققه تمام؟ تعالى اقول معاكم مثال على المساله دي حاجه مثلا والله يكرمكم اوضح فيها غلطه مشهوره جدا كتير من الطلبه بيقعوا فيها الله يكرمك انا يعني خلي بالك منها. المثال ده مثلا بيقول له ايه؟ فايند الماكسيموم فايند اكستريم فاليو هات القيم الاكستريم يعني ماكسيموم او مينيموم فايند اكستريم فاليو الداله اف اكس واي بيساوي اكس تربيع زائد واي تربيع او 2 واي تربيع اسف هي دي الداله اللي هو عايز يعمل لها يشوف الماكسيموم والمينيموم بتاعها حلو بس بقى مش على كل اكس وكل واي بيقول لا دور لي على الشرط ده على الدايره اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي 1 ده الشرط وروح ادور في الحبه دول بس مش في الدومين كله. فاذا هي دي اف اوف اكس واي بتاعتي ده الشرط ده اللي احنا يعني مسميينه هنا جي اوف اكس واي بيساوي كي. طبعا ثانيه واحده يعني بدون تفاصيل كتير بالتاكيد المساله دي لو في ثلاثه فاريبل كان هيزيد هنا كمان اللي هي لان الجريدينت هنا في الحقيقه كان هيزيد كمان مركبه صح؟ من الاول كده الجريدينت هنا كان هيزيد اف زد كي وهنا جي زد كي هتسويهم يطلع كمان معادله هما في ثلاثه دايره. طب يلا الحلو سهل جدا طبعا اف اكس بيساوي لندا جي اكس هنجيب هنا اف اكس تطلع اف اكس هنا بكام؟ اف اكس بيساوي لندا جي اكس برضه 2 اكس صح؟ و اف واي 4 واي بيساوي لندا جي واي 2 واي الله يكرمك الله يكرمك من دلوقتي هات لي ده تحكم كده الله يكرمك لو نسيت وانا هوريك حاجه لو انا نسيت هيحصل ايه يعني لو انا نسيت اجيبه كده هوريك انت هتقف غصب عنك ومعادلتين ثلاث مجاهيل هتعمل ايه؟ هتقف تمام؟ المعادله الثالثه هي المعادله اللي بتحكم حركه اكس مع واي تمام؟ فانا عايز احل الناس دول مع بعض. طبعا انا اقدر اشيل الاثنين دي مش مشكله يعني. دي مع الاثنين والاثنين دي هتشيل الاثنين. من اشهر الاخطاء هنا بقى. الاكس يروح مع الاكس يبقى اللمبه بواحد. الواي يروح مع الواي يبقى لندا باثنين. لندا بواحد وكام؟ باثنين. ايه رايكم؟ تحس انها وصيه دي مش بيضه صح؟ هي اي حاجه باي حاجه. ايه الغلطه اللي انا عملتها اصلا في الحقيقه؟ حسبنا على حاجه ممكن تبقى بصفر. ايه الغلطه اللي انا عملتها؟ حسبت على الغلطه. بس يعني حد يعاقب عليها عشان مش فاهم اذا عملت غلط. اكس يروح على اكس لندا واحد. تغير. ممكن الاكس تبقى بصفر فعلا. الاكس جاي من حته ودي اكس.
لا هي نفس الثلاثة يا جماعة. عشان دي لبس بتاعت الدلة في اف. وبالتالي انت كده هتقسم على صفر بالتوقيت. شوف بقى لو انا كتبت نفس المعادله بشكل تاني عمري ما هتغلط في الحياه. شايف المعادله دي؟ مش هي دي المعادله دي؟ صح؟ قول لي بقى كده حل المعادله دي ايه؟ يا اكس بتساوي صفر يا لمبة بيساوي واحد. غلطة جبر على فكره مريحة لان احنا في الحياة عشان احنا دايما بنتعود على يعني تحب بسرعة خالص غلط يبقى نقاسم ده بعد زي ما ايه لما تقلب بالكسر المتباين على متى تقلب في الحياة الكلام ده مش صح في الحياة سلام يعني عشان بس يعني صح في حالات حالات تانية انا ممكن اوريك انها مش صح في الحياة فاحنا بنحاول ساعات ان احنا نعمل حاجات نقول الرياضة بسرعة عشان نساعد الابطال فتعمل اصلا عملية غلط في الرياضة اصلا يعني الف ب واحد يقسم لازم هو بيقسم يقول لك ايه وده مش بصفر انا بقسم عليه ده مش بصفر يعني انا اقدر على فكره اقسم الطرفين دول على الاكس واطلع لندن بيساوي واحد بس هو كاتب جنبها كده الاكس ده بيساوي صفر ليه؟ لان ساعتها هبقى اخد بالي بقى ارجع تاني واقول له طب لو اكس يساوي صفر يحصل ايه؟ تمام؟ يبقى اذا مش مهندسين خلي بالكم من الحاجات البسيطه في برضه بعض الناس تعمل حركه برضه مش صح على فكره مش صح وممكن توصله للي في الاخر يعني ممكن هو مش صح بس يوصل للي في الاخر وانا سعيد احسبها غلط والله مش صح احسبها غلط تمام يعمل ايه يقول لك اللمضه مدلله شويه انا عامل لمضه انا مالي يقول لك هذه المعادلة دول على بعض يحصل ايه اللمضه مع اللمضه هو قسم المعادلة دول على بعض معناها انه عمل حسابه ان الواي ما يساويش صفر صح او الاكس ايا كان مثلا دي على دي او دي على دي فهو حط واحد منهم فين؟ في المقام. حط واحد منهم في المقام وعمل حسابه ان اللمضة مش بيساوي صفر، يبقى هو عمل حسابه ان اللمضة مش بيساوي صفر وان الواي مش بيساوي صفر، رغم ان الاثنين دول ممكن يظهروا وتظهر منهم واحدة على واحدة. الله يكرمكم يا باشمهندسين لو هتلجأ لاسم مش في المسألة دي في أي مسألة وقابلتك حركة هتقسم اقف والفلان اللي أنا بقسم عليه ده ما بيساويش صفر. وانا هدرس زباله ما يساوي صفر هدرسها كواحد مش بيحصل تاني. انتوا فاهمين؟ طب بقى تعملوها لو حطينا مره واحده كده حاجه ترجع لك. فمن هنا على طول اقول له يبقى اذا يا اما اكس بيساوي صفر يا لمضه بيساوي واحد. تمام كده؟ طب لو اكس بيساوي صفر هجيب الواي منين؟ إيه؟ ايوه معلم خلي بالك اكس بيساوي صفر ما تعملش هنا حاجه اصلا اكس بيساوي صفر هنا لكن اكس بيساوي صفر هنا يقول لك على طول ان الواي واحد يا عشان يبقى اعمل كده بقى وحل ما تحلش ما صح لكن بيجي كده على طول لو اكس بيساوي صفر يبقى واي يا واحد يا عشان يبقى طب لما واحد كم انا عندي تو اوبشن يعني عندي احتمالين يا اكس بصفر كم يا لما واحد لما واحد اهو فين بقى المعادله الثانيه لما لما تبقى واحد يا واحد بيساوي زين يبقى الواي بكام؟ بصفر طبعا الواي بصفر طبعا ودي الناحيه الثانيه يبقى الواي بصفر طبعا لما واحد تقول لك ان الواي بصفر بس انا عايز اكس في المعادله دي بتطلع الاكس هي واحد يا سالب صحيح؟ اذا طلع عندك اربع طبعا المفترض ان انا انزل اشوف المعادله دي هتعمل ايه لكن هتطلع نفس الناس في الاخر يعني واحد اصل انت ممكن تقول لي ايه؟ هو انا مش هفهم دي هتعمل ايه؟ صح؟ الكلام ده بريء هتطلع نفس النواتج في الاخر ده بالتاكيد هتطلع نفس النواتج في الاخر
طلع عندي اربع نقط، صفر واحد، صفر وسالب واحد، واحد وصفر، سالب واحد وصفر. الاربع نقط دول هما النقط اللي على الكيرف ده عندهم يا ماكسيمم يا مينيمم. يعني النقط دي يا ماكسيمم يا مينيمم. تقول يعني في تيست بعد كده؟ لا 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 خلاص، ما عادش تيست بعد كده خلاص. هي النقط دي يا ماكسيمم يا مينيمم اللي هي عامله الحركه بتاعت الجريدينتس دي. تقول لي طب انا هعرف مين فيهم الماكسيمم ومين المينيمم ازاي؟ يعني انت عارف خلاص، متاكد متاكد بامر الله ان دي يا ماكسيمم يا مينيمم. طب عايز اعرف هي ماكسيمم ولا مينيمم؟ عوض الداله، خد النقطه دي وعوض الداله نفسها. القيم الكبيره تبقى دي ماكسيمم والقيم الصغيره تبقى مينيمم. يعني مثلا لو انت عوضت هنا اف او 0 1 ده ب 2 والراجل ده برضه ب 2 ده ب 1 ده ب 1 بس انت راكب في الانتر والاثنين دول ماكسيموم والاثنين دول فينيس. على الكيرف ده غلط، على الكيرف ده الاربع نقط دول الاثنين دول ماكسيموم والاثنين دول مينيموم. يبقى بس خلي بالك هنا في المساله دي، لان في الحقيقه دي المساله شيك شويه في الجزء بتاع ماكسيموم والمينيموم. خلي بالك من حاجتين، ما تنساش المعادله دي كده، بلاش غلطات الجبر اللي بدافع السرعه ان انت تقسم وعدلها على بعض او تقسم على واحد، الله يكرمك بالراحه مش مستاهل. الحاجه الثانيه باشمهندسين ناس كتير بعد ما بيجيب النقط دي يبقى فاكر انه لسه هيرجع يشتغل شغل الماكسيموم والمينيموم بتاع زمان بقى ويشوف اف اكس بكام ويتشلل. لا لا لا، الموضوع انتهى. النقط اللي طلعت معاك دي يا ماكسيموم يا مينيموم، الكبير بتاعهم ماكسيموم والصغير بتاعهم مينيموم. خد خد النقط بس عوض في الداله، عوض في الداله مش اكتر ولا اقل. الكبير يبقى ماكسيموم والصغير يبقى مينيموم. ماشي، خدوا دقيقتين ريست كده وحل كمان مساله ونمشي. القاعده دي اللي هي قاعده تفاضل التكامل اللي هي قرب فين كم شويه مع حضراتكم رياضه الدين بقى التكامل. يعني عشان تعرفوا تعرفوا القاعده دي، انا لو عندي تكامل بين ثابت في اكس ده اللي اف وفي دي، لو انا فضلت الراجل ده حتى حضراتكم تبصوا تقولوا كده تفاضل يصير التكامل يرجع سنة اف مره ثانيه عند ده اف اكس. صحيح؟ الكلام ده مظبوط لو الداله دي داله في سنجل فاريبل. لو الداله دي سيفرال فاريبل او فيها زي ما بنتعب بنسميها بارامتر، يبقى التفاضل بتاعها هيبقى اكبر شويه. تعالى اكتشف ان القانون ده حاله خاصه بالقانون. القانون ده بيقول ايه؟ ده لو هفاضل التكامل بتاع داله اف واكس ودي دي، فاصبح عندي هنا جوه الداله جوه التكامل داله فيها تو فاريبلز، او زي ما بقول لكم فاريبل بارامتر بس مش هقعد دماغكم بالفاريبل. يبقى هنا التكامل بتاع اف اكس تي من اي اكس لبي اكس يقصد انه كاتب القانون ده بصوره عامه، اي اكس وبي اكس دي ممكن تكون دوالة في اكس. بينما خلي بالك ان الراجل ده بيتكلم ان ده لازم يكون ثابت ثابت في اكس، لكن هنا هو حط الحاله العامه ان اي وبي دوالة في اكس. يبقى التفاضل ده هيطلع معاك ثلاث ترمات في الحياه. الترم الاولاني انك تحس ان التفاضل هيعدي التكامل. شايف؟ ده نفس التكامل في كل حاله واحده، بس تحس ان التفاضل ده عمل ايه؟ عدى التكامل جه هنا كده. ثم يظهر كمان تربين الترم الاولاني ان الداله اللي جوه التكامل دي في حالها كده تجيب بقى لا كامل ولا فاضل، تاخد الداله دي وعوض مكان التي اللي انا بكمل عليه بالحد العالي بي اكس ومشتقته ناقص الحد الثاني ومشتقته. السؤال الاولاني، واحد التكامل ده سيبك من التفاضل، التكامل ده لما اعمله لو خلصت يطلع داله في الاكس ولا في التي؟ هاتوا كده الاكس مين الله يكرمك، عشان انا في الاخر ده تكامل محدود. انا في الاخر هعمل ايه؟ هعوض مكان اللي انا بكامل عليه. يعني انا هعوض مكان التي فالتي هتفتكر يفضل اكس. السؤال الثاني، لو جيت هنا طبعا نفس الكلام، التكامل ده في مين؟ في الاكس. ليه هنا كتب دي باي دي اكس وكتب هنا بارشل باي بارشل اكس؟ اه
عشان زي ما حضرتك بتقول التكامل ده لما يخلص عوض مكان دي هيبقى كل ده اللي فيه الاكس بس لازم يبقى يكون دي اكس. لكن لما تفاضل يحدد التكامل ويجي هنا يلاقي قدامه ده اللي اسمه اف اوف اكس ودي ده اسمه برشا. طيب تعالوا نحل سريعا كده على الراجل ده في جديد. طبعا اصلف مساله تيجي هنا واللي هي طبعا اغلبها بتيجي في الامتحانات يعني ان الاثنين يكونوا ثوابت. لو الحدين دول ثوابت طبعا تبقى جميله جدا. ليه؟ لان هيك القانون بيقول ايه؟ عوض في الحد العالي في مشتقته ناقص الحد التحتاني في مشتقته. لو هما ثوابت الاثنين دول هيبقوا صفر ويفضل راجع. لكن طبعا دي ما تجيش للامتحان والله ما عليها دكتور. ليه؟ عايزين نحل. هي اللي ما تجيش للامتحان مفيش دعوه. ليه ما تجيش؟ يلا تعالوا نشوف الاولانيه بيقول له ايه؟ بيقول له لو التكامل ده معروف قيمته كده دي حركه هتاخدوها ان شاء الله الترم الجاي في الرياضه 4. لو التكامل ده معروف وقيمته كده احسبش التكامل. طيب بدايه التكامل اللي فوق زي ما هو واضح يعني ده اللي فيه ايه؟ لان انت لما هتكامل على الاكس تعوض الاكس تختفي ويفضل ايه؟ وده اللي ظهر اصلا من الطرف اليمين اسمه النص جذب ميه على ايه؟ على ايه؟ مش هيكسب ولا حاجه. لكن انا هفكر في المساله ازاي؟ ايه علاقه الراجل ده بالراجل؟ مضروب في المشتقة. مشتقته يعني ايه اللي خلى الاكس تربيع دي تيجي هنا؟ اشتق تحس ان هو اشتق ها؟ اشتق والاكس هي اللي نزلت ازاي؟ الله يكرمك اشتق بالنسبه لمين؟ للايه؟ فلما اشتق بالنسبه للايه؟ تبدو ان الاكس تربيع وكانها تقوم تنزل له من على مين؟ اقول له بس طب وصل خلاص انا بقى هشتق الطرفين بالنسبه للايه؟ حلو؟ انت بتقول ان ده بيساوي ده يا عم؟ طب انا هشتق الاثنين بالنسبه لمين؟ للايه؟ وطبعا عمرك ما تعرف تشتق غير بالنسبه للايه؟ لان الراجل الاصفر ده للايه؟ اقول له اذا تفاضل بالنسبه للايه؟ للتكامل ده؟ هو تفاضل بالنسبة للايه للراجل الظريف الناحية التانية. نص يعني بدل ما الناس تجيب طيب ده سهل جدا مرة واحدة. لأن جاز الواي على اثنين ودي ايه أس سالب نص تبقى سالب نص ايه أس سالب تلاتة على اثنين تفاضل طبعا سهل جدا. هروح الناحية التانية بقى أفاضل التكامل. أفاضل التكامل ألاقي جوه الدالة دي فيها اثنين فاريبل يبقى أنا أطبق الراجل ده. لكن لان المساله دي ظريفه الراجل جايب لي حدود ثوابت كتر خيره بايه كتر خيره؟ بدل الترمين دول بكام؟ اصفار على طول كده. فانا بس هعمل ايه؟ اقول له الراجل ده هيساوي عد التفاضل جوه التكامل زائد صفر ناقص صفر. يعني عشان حد تبقى عارف ان كان فيه هنا اصلا ترمين وموضوع الثوابت بس مشتقاتهم دول خلوهم بكام؟ خلصت حتى خلصت الحقيقه لان مساعدتك هتفضل الراجل ده ورشه على الايه؟ هيطلع ها؟ بس ما ننساش مين؟ سالب اكس سكوير بي اس ماينس اكس سكوير دي اكس هتفضل على الايه؟ تبدو ليه سالب اكس سكوير كانها ثابت والراجل ده بيساوي سالب جذر باي على 4 ايه اس سالب 3 على 2 حاجة ده التكامل اللي هو عايزه ما عدا بس ان فيه ايه؟ سالب. فاضرب طرف يمين وشمال في مين؟ سالب. هطير الراجل ده يبقى هو ده التكامل اللي هو عايزه. يبقى فكره المساله دي في الحقيقه مجرد ان انا هو مديني تكامل بيقول لي بص التكامل قيمته اهي، طب تعرف تحسب التكامل ده ببص على الاثنين لقيت ان التكامل الجديد تحس ان هو اللي دخل عمل برشل جوه التكامل القديم فبستخدم تفاضل التكامل اللي هناك. ايه ما بتجيش بص؟ دي سهله يعني ما اقدرش اقول لك مش في الامتحان ما انا ممكن لبس يعني ممكن في ايام تتحل مثلا يبقى مزاجها حلو او جات لنا مثلا هوجه من الطيبه ولا حاجه ما حصلش كتير. لكن حطوا لما الاهلي يكسب بطوله الدوري بطوله شفتوا فوق شايفين مش عارف انتوا تحت كده مع ثمانياتنا من كده الجوك وبعدين بيتوا زي كده ما بنقدرش ان احنا نصورها دي يعني على الراجل اللي في النص
حسن العصري كان اجمع مختار اللي حصل ايه حصل بقى كده ولا سميم انزور انا مش انا انزور قاعد احكي انا شفت المعادله دي عايز احل المعادله يعني عايز اعرف الناس دي كام طيب استخدم الرياضه كده لو انا هحل المعادله اول حاجه بفكر فيها اخش بالمعكوس بتاع الكوبريتو اللي عندي لو عندي جذر تربيعي اول حاجه بفكر فيها ان انا اربع عشان اغير الجذر لو عندي تفاضل اول حاجه بفكر فيها ان انا اكامل طب لو عندي تكامل تفاضل جميل انا عندي هنا تكامل تفاضل الطرفين على امل ان انا اخلص من التكامل واطلع الثلاثه ففاضل شمال ويمين بالنسبه لاكس ايه بقى؟ اف داش هتساوي صفر الراجل ده ثابت ناقص تفاضل التكامل ده بي اكس اكس ناقص دي اف اوف دي مش موازين هنا على مهلك والله غير على مهلك هنروح نطبق القاعده بتاعتنا دي جوه التكامل ده اللي مكتوب فاريبلز او فاريبل بارامتر يعني واروح اطبق القاعده بتاعتي طول القاعده بتاعتي واحد التفاضل يعدي جوه التكامل ما تنساش السالب ده التفاضل يعدي جوه التكامل ويتحول لبرشا ايه كمان؟ ايه الترم اللي جاي؟ على مين بقى؟ معلش اقرا القانون صح اقرا القانون صح هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما معناه؟ روح جوه الداله اللي في التكامل الداله اللي جوه التكامل دي على بعضها كده روح في الداله دي وعوض مكان اللي انت بتكمل عليه بالحد العالي يا مارك روح جوه الداله دي يسميها بقى زي ما يسميها يخليها خمس ست دوال في بعض ما يهمنيش هي على بعضها كده الداله اللي جوه التكامل دي كلها اروح للداله دي واعوض جواها بالحد الايه؟ العام وبعدين اضرب في المشطة بتاعت الحد العام يعني ايه؟ يعني اروح للداله دي كلها كده ده ايه ده ايه؟ ده ايه؟ واعوض جواها مين؟ اكس اعوض مكان مين؟ تي تي مكان التي طبعا صح؟ مكان التي طبعا فاعوض مكان كل تي مين؟ باكس في مشتقة الاكس دي واضحة كده؟ مين؟ اقول له اذا عوض كده يبقى اكس ناقص اكس في اف اوف اكس في واحد ماشي يا جماعه؟ كمان مرة الداله كلها ايه؟ الناس بتدور على دي فين دي؟ فين في القانون دي فين دي؟ لا باشمهندس هو يقصد يقول لك روح للداله اللي جوه التكامل روح للداله اللي جوه التكامل شيل كل دي وعوض الحد العالي فكله عملها لي ضرب كام داله ما يهمنيش على بعضها كده وعوض مكان كل تي بالحد العالي عمال اروح كل ما يقابلني تي اعوض اكس ملوش دعوه ده يبقى هنا اكس يبقى اكس ناقص اكس ودي كمان اف اوف اكس في مشتقه الحد العالي اللي هي مشتقه اكس اللي كام؟ واحد ناقص ورغم ان انا شايف ان الحد التحتاني ثابت والمفروض طبعا هكتب مره واحده ايه؟ صفر بس انا يعني عم مش واخد بالي وهكتبها طيب هكتب ايه؟ اكس ناقص اعوض مكان ها؟ بي يبقى ناقص ناقص بي اف اوف بي بي عمال اعوض مكان التي ها؟ في مين بقى؟ صفر طبعا انت في الامتحان ما بتعملش كده كنت صفر على طول لكن مثلا ايه؟ بشرح يبقى الراجل ده لانه مشترك ثابت الراجل ده بقى صفر والراجل ده لانه اكس ناقص اكس هو كمان بقى صفر ايوه كده فاضل اخر حاجه عايزين نعمل البارشل ده هنا بقى نزعل من بعض عايزين نعمل البارشل ده او انتوا بتعملوه صح ما تزعلنيش ما تصدقش يعني اعملوه صح وغلط عايز اعمل البارشل ده مش صعب على فكره مفيش خدعه مفيش خدعه ما بيعملوش دي مفيش خدعه بس عايز اعمل البارشل عايز افضل ده بالنسبه لاكس ها اصل ضرب بتهرج لا لا اهرج لا اللي جاب مين؟ بفضل على اكس كل الاتجاهات دي كانها ثابت لو انت بتلخبط وزع الضرب على كمان كده اكس اف اوف تي ناقص تي اف اوف تي لو انا جبتها لك كده
وقلت لك فاضل برشا على الاكس اول حاجه تقولها ايه؟ زاد الراجل ده كله فاضله بصفر. ما تضحكش عليا انت ليش لف كده فنقول لك اه ده بدالتين منين؟ انا بفضل على اكس والله ده فاهم كله كام؟ ثابت بصفر بفضل على اكس ده اربعه اف وفي يبقى انا ناقص مكان اف وفي. تقول لي طب ماشي بس للاسف انت برضه ما خلصتش بالتكامل. تكامل الساعه ما حلتش المساله ولا حاجه. لسه تكامل قاعد اه افضل كمان مره. مره دي سايحه افضل كمان مره. افضل هنا يبقى ده مين؟ اف دبل داش. بس في الحقيقه يعني كفايه كده بقى عليكم قوي. تفضل الثاني المره دي سهل قوي. ليه؟ لان الراجل ده هو ده. ده اللي فيه ها سنجل فاريبل. ده اللي فيه سنجل فاريبل من ثابت للاكس وده اللي في سنجل فاريبل مش مستاهل الراجل ده بقى صح؟ ده الراجل ده جميل جدا بيقول لك اف تفاضل التكامل يطلع الداله اف على طول على طول يطلع الداله اف. على فكره لو ما خدتش بالك وطبقت القانون تحت هيطلع لان اللي فوق هو اللي خاصه بيه. بس انا مش محتاجها في الحقيقه. الراجل سنجل فاريبل افضل الطرفين يبقى ده كده اف. تقول لي يا سلام خلصت بالتكامل طلعت لي تفاضل واصبحت الداله اف بتحقق المعادله اف طب الداش بيساوي سالب اف. لا دي سهله. لا دي سهله. لا استنى هو انتوا خدتوا في الديفرنشال لحد فين؟ معلش في فرع تاني في فرع تاني في فرع تاني رياضه على فكره صح؟ اربع طرق بس خلصنا اه انتوا لسه من فيرست اول؟ اه اه يا جماعه ده غلط السكن خدنا محاضره جميل شايفين المعادله دي؟ حلها بيساوي زايد وزايد تساوي بسيط جدا. دي مش مستاهله طرق حل على فكره. انا بسالك بقول لك ايه؟ ايه الداله؟ ايه الداله اللي لو فضلتها مرتين ترجع لنفسها بشهر ثابت؟ ده سؤالي اهو. ده سؤالي اهو. ايه الداله اللي لو فضلتها مرتين ترجع لنفسها بشهر ثابت؟ صايم وكوزاين. اه صح 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 صح. لان طبعا الايه لو فضلتها مرتين هتفضل خلاص من غير الشهر زي ما هي. بتبقى ده شكل عام للداله اف. كده حلو كده حلو كده كفايه. شوف الاسبوع الجاي بس الناس اللي هياخدوا رجاله.